شيعت جموع غفيرة صباح اليوم الفنان البحريني علي الغرير إلى مثواه الأخير في مقبرة المنامة، معبرين عن بالغ الحزن والأسى إثر رحيل الفقيد بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 30 عاما أثرى خلالها الراحل الساحة الفنية البحرينية والخليجية بعدد كبير من الأعمال التلفزيونية والإذاعية. عيل انت وأكيد تجار، كنا تجار. ببالغ الحزن والأسى فقد الوسط الفني البحريني الفنان علي الغرير الذي يعد من أبرز الفنانين ممن أثروا وأسهموا في تعزيز الحركة الفنية في مملكة البحرين منذ مطلع التسعينيات. قدم الراحل عدة أعمال فنية ترسخت في أذهان المشاهدين، تنوعت ما بين الكوميديا والتراجيديا مثل حزاوي الدار وسعدون ونيران وبحر الحكايات والسرور وتالي العمر. وعلى الصعيد المسرحي قدم للغرير عددا من الأعمال المسرحية. عطف وشؤنا خلنا فهم الأولي عشان فهم الثاني شنو الشعر فهمني ما افتدر. لم تقتصر مسيرة الراحل على الصعيد المسرحي والدرامي فقط، بل كانت له بصمة ملموسة في الجانب السينمائي من خلال تقديم عدة أفلام بحرينية شارك بها بمهرجانات محلية مثل فيلم زائر وفيلم حنين. هذا وقد استطاع الراحل أن يكسب محبة الجمهور صغارا وكبارا، وفي عام 2009 قدم مسلسل سوالف طفاش والذي اشتهر فيه بشخصية طفاش، نال من خلالها على إعجاب العديد من المشاهدين وبالتالي تقديم النسخ الأخرى من العمل الناجح بين عامي 2011-2015، بالإضافة إلى تقديم فيلمين آخرين وهما جزيرة الهملايا وطفاش طفاش والأربعين حرامي بمثل الشخصية التي أحبها الجمهور في مسلسل سوالف طفاش. رحل الفنان علي الغرير بعدما رسم الابتسامة على الجمهور طوال مشواره الفني، تاركا أعمالا خالدة في أذهان محبيه ومتابعيه. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.